للجميع، أنا أحمد المعمري، حياكم الله معي فيديو اليوم. فيديو اليوم أنا ما راح أسوي لوحة مثل ما كل مرة تعودنا. فيديو اليوم بتكلم عن موضوع متعلق بالأكريليك بورينج. إن شاء الله أتمنى إن الفيديو ينال على رضاكم، وإن شاء الله إن يكون فيه معلومة مفيدة حق الجميع. من بدأت أشتغل بالأكريليك بورينج وأنا تجيني وايد استفسارات وأسئلة، مثلا نوعية الألوان اللي قاعد أستخدمها، شو الفرق ما بين الألوان، وليش هذا مثلا عبوات صغيرة، ليش هذا عبوات كبيرة، ليش هذا ثقيل، ليش هذا خفيف، ليش الألوان هذه تلمع أكثر من الألوان هذه، شنو التكنيك اللي أنا قاعد أستخدمه أحيانا في بعض اللوحات. البعض كان يستفسر أيضا عن بعض الشغلات اللي أستخدمها مثل الورنيش اللي قاعد أستخدمه، الوسيط أيضا اللي حطيت خلطته مع اللون. يمكن كان آخر استفسار وصلني من إحدى الأخوات، وهو كذا شخص قبل استفسر منه ورديت عليهم إن شلون قاعد أخفف الألوان وشنو إيه المواد أو الوسائط اللي قاعد أستخدمها حق تخفيف اللون في الأكريليك بورينج. فيديو اليوم إن شاء الله راح أسلط الضوء على الطرق المتعارف عليها في خلط أو تخفيف الألوان الأكريليك حق الأكريليك بورينج أو اللي هو سكب الأكريليك. ان شاء الله اتمنى ان الفيديو يكون مفيد لكم في معلومات بشكل مبسط. ان شاء الله اتمنى ان اقدر اوصل لكم المعلومه بشكل واضح وبشكل بسيط. مثل ما انتم شايفين اللي معي الالوان الاكريليك يجي منها اشكال والوان، عبوات مختلفه، احجام مختلفه، وكل شيء حاله طبيعه مختلفه وحاله استخدام مختلف. فيديو اليوم راح احاول ان انا اشرح لكم الفرق ما بين نوعيات الالوان المتواجده وشنو المواد اللي ممكن احنا نستخدمها علشان تعطينا النتيجه اللي احنا بها. طبعا كل ماده نستخدمها في تخفيف الاكريليك ممكن تعطي تاثير مختلف، نتيجه مختلفه تماما. خلوكم معي للاخر. ما احنا شايفين الحين الوان الاكريليك تجي المتوفره في السوق بعبوات مختلفه على حسب طبعا الشركه المصنعه وعلى حسب كل شيء، احيانا يكون له استخدام مختلف. خلونا نبتدي اول شيء بالنوعيات هذه اللي هي العصارات او ما ادري ايش تسمونها بالضبط، المهم العصار او المعصار مثل ما يكون. يعني النوعيات هذيلا هم ممتازين طبعا اكثر شيء اذا بنستخدمهم مباشره من العصارة بالفرشة أو بسكين الرسم، لأن هي طبعا تجي النوعية يعني هذه السمك مالها أو الكثافة يجي ثقيل، يعني مثل معجون الأسنان شذي مثل ما أنت شايفين، يجي مثل معجون الأسنان، فبالتالي هو ممتاز حق استخدام السكين أو الفرشة. ولكن أيضا إذا بنستخدمها حق الأكريليك بورينج يحتاج إن احنا طبعا نخفف اللون. عندنا أيضا مثل العبوات هذه، هذا طبعا الالوان اللؤلؤيه يمكن تكلمنا عنها قبل وسويت بها اكثر من لوحه. انزين عندنا ايضا تيجي العبوات هذه، طبعا هم كلها نفس الشيء، يعني على سبيل المثال هذه العبوه وهذه العبوه، هذا كل هذا ابيض وهذا ابيض ونفس الشركه المصنعه، ولكن هذا كثافته غير وهذا كثافته غير، وهذا الى استخدام وهذا حاله استخدام. انزين طبعا بيحتاج كله ان احنا نخفف على حسب اللوحه اللي نبي ننجزها. بينما مثلا عندنا نوعيه مثل هذه على سبيل المثال مثل ما انتم شايفين الكثافه مالتها اصلا اقل من العصاره واقل من النوعيات هذه العبوات هذه، فطبعا كله يعتمد على حسب اللون. يعني البعض متوقع انه عنده مثلا طريقه، حتى بعض فنانين انا شفت لهم فيديوهات يتكلمون انه مثلا معيار محدد، يعني مثلا تحط الميديوم او الوسيط بنسبه معينه مع الماي مع اللون، ولكن حسب تجربتي ان هذا كلام مو صحيح، هذا كلام نظري مو عملي، لان فعليا على حسب كثافه اللون وعلى حسب اللوحه. يعني في احيانا بعض اللوحات تتطلب ان اللون يكون ثقيل، والبعض يتطلب انه يكون وسط او خفيف اكثر على حسب نوعيه السكب اللي احنا بنسويه، يعني ما كل واحد. الحين براويكم ثلاث طرق على الاقل اللي انا استخدمتهم ونجحوا معي. انزين براويكم كل طريقه شلون نسويها وشنو لها وشنو اللي عليها.
مثل ما قلت لنا ان من لون للون الكثافة تختلف، وبالتالي التخفيف بيختلف بطبيعة الحال. انزين هني بسوي معكم تجربة بس بسيطة، يعني مثل ما انت شايفين هذا ميزان طبعا اللي استخدمه حق معايرة اللون. انزين عندي النوعية هذه والنوعية هذه، هو من الاثنين من نفس الشركة اللي هي ديلر راوني، طبعا شركة ممتازة ومنتجاتها وايد حلوة في الشغل، ولكن خل اراويكم مثلا كثافة اللونين شلون انه يفرقون عن بعض. يعني مثلا بناخذ حتى السعر، يعني لو تشوفون مثلا انا هني هذا شاري مثلا عندنا 8 ريالات او ما يقارب يعني 80 ريال سعودي او 80 درهم، هذا ب6850 مع انهم نفس الشيء، وهذا لون ابيض وهذا لون ابيض. فخليني الحين براويكم شلون الكثافة تفرق. طبعا يمكن ما يكون واضح وايد في التصوير، ولكن انا في الشغل فعليا الكثافة وايد تختلف. فانا الحين اللي بسوي ان انا بحاول ان انا اترس الكوب هذا، بحاول اترسه على الاخر باللون بحيث نشوف الوزن كم بيطلع معنا بالضبط. طبعا هذا الكثافة ماله ثقيلة حيل، يعني هو اقرب للمعجون اللي يستخدمونه في اعمال الديكور او الصبغ، يعني اعمال الدهانات مثل ما يسمونهم، هو وايد ثقيل يعني مثل الجبس او شذي. زين انا بحاول قدر المستطاع ان اعبيه بالكامل علشان نقدر نضمن النتيجة، يعني انه فعلا ما في اي فراغات عندي. طبعا هو ما بيكون دقيق يعني كثير، بس ما عليه، خلينا نشوف هالتجربة شنو بتطلع معانا النتيجة. يعني انزين هو اعتقد كذي خلاص صار متروس على الاخر. انزين يعني هذا مثلا طالع معي 84 جرام. انزين الحين باخذ النوعية الثانية وهم نفس الشيء بسوي نفس الطريقة. طبعا هذا اذا تشوفون اقل كثافة، يعني لو مبين هنا عندكم في التصوير القبلي كان وايد ثقيل. يعني ايه هذا راح يسهل علي وايد. اوكي راح ما يكون في فراغات عندي وايد في الموضوع. تشوفون هذا طلع 93 جرام. هذا 84. بس للأمانة أنا كنت متوقع أن النوعية هذه هي اللي بتطلع أثقل، ليش؟ أن الكثافة مالها أثقل بكثير، ولكن مثل ما أنت شايفين طلع العكس تماما. يعني فبالتالي طبعا الكثافة هذه تفرق، لأن هم مسوين يعني لما تدخلون على الويب سايت مال الشركة بتحصلون هم عارفين هذا شنو استخدامه وهذا شنو استخدامه. مثل ما قلنا في البداية ان بنستعرض مع بعض 3 انواع وسايط اللي انا قاعد استخدمها حق تخفيف الالوان الاكريليك. بداية كل العبوات اللي انت شايفينهم هذول، هذا يعتبر اللي هو البورينج ميديوم او الوسيط، وسيط تخفيف الالوان الاكريليك. تمام، النوعيات هذه طبعا تختلف شركات مختلفة، وحتى احيانا بعض المنتجات هي من نفس الشركة، ولكن كل شيء حالة استخدام. يعني بتحصلون منه اللي يعطي تأثير
اللي هو يخلي اللون يجف بسرعة أو إنه يأخر الجفافان الجفاف عفوا. البعض مثل هذه النوعية هو نوعية لماع، يعطي مثل طبقة مثل الجليتر كذا فيه. انزين البعض منه مثل هذه النوعية هو يعتبر ورنيش في نفس الوقت، يعني نقدر نستخدمه كوسيط ونقدر نستخدمه كورنيش. البعض يجي له تأثير زجاجي، يعني حتى لما نخفف باللون بعدين بعد الصب يعطينا نتيجة أقرب لمعة الزجاج. النوعية هذا أنا لقيته هني في إحدى المكتبات في عندنا في صحار، هو مصنوع من مسحوق بودرة اللؤلؤ. أنا استخدمته كميديوم واستخدمته كجل نفس الشيء، كان عفوا كورنيش، التأثير كان وايد حلو. النوعية هذه هم نفس الشيء، طبعا هذه معروفة حق أغلب الفنانين حتى الأجانب، يعني وايد يستخدمون النوعية هذه. أنا جربت استخدمها كورنيش أيضا، يعني استخدمتها كوسيط تخفيف اللون واستخدمتها كورنيش وعطت تأثير وايد حلو. والجربت يعني مثل ما تشوفون هنا، هذا الخليط عبارة عن اللي هو الميديوم مع الجل اللؤلؤ، استخدمه كورنيش وطلعت النتيجة وايد حلوة، يعني كحماية للوحة وأيضا يعطي تأثير لمعة كذا، يعطيها وايد يكون الشكل حلو. زين هذه أول مجموعة مثل ما قلنا. طبعا النوعيات هذه للأسف مو متوفرة في دولنا العربية، نادرا إذا تحصلون، وإذا تحصلون نوع ما تحصلون باقي الأنواع. طبعا أنا يمكن هذا وهذا اللي حصلتهم، وحتى هم ما عارفين، يعني قالوا ما ندري، إحنا الوكيل أعطانا هذا وأخذنا منه عينات، يعني حتى عندهم عبوتين من كل نوع أخذته وخلاص. وهذه نوعية تعبانة أنا شاريها من هني، طبعا هو إنتاج صيني أكيد مو إنتاج عربي، يعني أي كلام، استخدمته مرة وما ما يصلح يعني بالأصح. إنزين فالنوعيات هذه مثل ما قلنا هذه المجموعة الأولى. إنزين الحين المجموعة الثانية هو الغراء، الغراء الأبيض اللي هو يستخدم حق الخشب. طبعا مش موجود أكيد أشكال وألوان منه بالسوق عندنا هنا في عمان. أنا أواجه صعوبة، يعني ما حصلت وايد نوعيات، ما يضركم إنه كذا نوع هذا، بعدين حصلته بصعوبة، ونوعيات أصلا ما مخصصة مش بروفيشنال حق الأعمال الخشبية. هذا يعني مثل ما أنتم تشوفون حتى الرسومات هو تقريبا حق المدارس، الأشغال اليدوية أكثر شيء. انزين الغرة طبعا احنا نقدر نخفف منه على حسب كثافة الغرة. الغرة كل ما كان ثقيل ويكون ابيض ناصع اللي هو التيتانيوم، اللون الابيض التيتانيوم هو يكون افضل. طبعا انا جربت النوعيات هذه ولكن النتيجة تتفاوت من مرة لمرة، ما طلع نفس الشيء. انزين التخفيف الغرة بنشوف الحين شنو التخفيف. البعض بعض الفنانين يقول انه مثلا نخلط نسبة اللي هي 50 إلى 50، يعني 50 غرة و50 ماي ونخليه جاهز ونخفف بيه اللون، ولكن أنا هذه الطريقة ما نجحت معي. بتشوفون يعني هني مثلا على سبيل المثال هذا أنا كاتب عليه، طبعا أنصحكم تحطون ستيكر على أساس تعرفون بالأصح النسبة اللي أنتم مخففين فيها. يعني هذا مثلا أنا كاتب عليه إنه هو ثقيل، 18 إلى 8 اللي هو نسبة الماي إلى نسبة الغرة. إنزين في عندي مثلا هني اللي هو اكثر كثافة، بتشوفونه هني مثلا انا محطي اللي هو نسبة الغرة 16 ولا اي 16 إلى 6، يا 16 غرة و6 ماي. طبعا هذا اكثر كثافة، بتحصلون هني خفيف اللي هو 16 غرة و12 ماي، يعني على حسب انه انا اللون ابي وايد يكون ثقيل ابي اخففه، هذا يعتمد. وبنشوف الحين شلون الطريقه اللي نقدر نستخدم بيها الغرق. والشيء الثالث والاخير او الماده الثالثه والاخيره اللي نقدر نستخدمها حق تخفيف الالوان هو الماي. مثل ما انت شايفين هذا اسهل شيء، و ما ادري يمكن هو النتيجة بس تفرق، لانه اللون طبعا لما يدخل فيه الوسائط مثل اللي شفناها، يعني هي مسواية اصلا حق الالوان الاكريليك، مسواية عشان تعطي تأثير معين، انها تعطي سلاسة في اللون، انها تعطي مثل ما نقول تأثير زجاجي او تأثير لماع او مطفي الى اخر التأثيرات هذه. الحين خلينا نشوف مع بعض شلون طريقة تخفيف الغراء، الطريقة اللي هي خلينا نقول المتعارف عليها. طبعا اذا عندكم اللي هو الكوب هذا اللي يستخدم حق قياس الطبق في المطبخ العجين او الى اخره، يكون افضل. ليش؟ انه اكيد طبعا
عليكم المقياس، تدرج المقياس، بحيث تقدرون تشوفون بالضبط انت ايش كثر حطيتون ماي او حطيتون الغراء. تمام. هذا الغراء انا ما مخففه، ما مسوي فيه اي شيء. فمثلا على حسب طبعا مثل ما قلت ليش انا ابي الكثافه، شنو اللي ابي استخدمه. لكن خلينا نشوف مثلا، زين انا هذا ما ابي استخدمه، انا بستخدم هذا لان هذا متعود ان انا استخدمه اكثر، حق خليط الغراء اكبر وحق الخلط يكون افضل يعني. زين انا حطيت الحين 100 ملي من الغرة، وبحط عليهم 100 من الماء. وطبعا امزج لان ما احس ان كلها تجانس. طبعا هذا يعتمد الكثافة على حسب انا شنو اللي ابي استخدمه، يعني ممكن ابي اغلط او ابي اخف، على حسب نوعية الغرة نفسها يعني. انزين، لان لما اوصل حق الكثافة اللي انا ابيها، يعني هو ابي يكون مثل اللبن اللي هو مثلا لبن المراعي او شذي، نفس الكثافه او اقل شويه على حسب مثل ما قلنا الاستخدام. هذا طريقه تخليط الغرة. طبعا ممكن احطه باي قوطي او اي غرشه واحتفظ به حق الاستخدام فيما بعد. انزين، وطبعا عندنا الماي، الماي سهل يعني مثل ما قلنا انه نخلط بس الماي مع اللون لما نوصل لدرجه الكثافه. خل اراويكم مثلا شغله، يعني على سبيل المثال هذا براويكم بس التأثير. يعني هذا كان اللون مخلوط مع البورينج ميديوم مع هذا البسيط، فمثل ما انتم شايفين شلون طالع. طبعا اللون طالع وايد لماع، وهو انسكب على فكرة، هذا مو نتيجة لوحة، هذا لما انسكب على الطاولة وانا اشتغل هذا اللي طايح من اللوحة يعني بالاصح. بس احتفظت بيه عشان اراويكم شلون. زين الحين بنجرب الطريقة الأولى اللي هي مثل ما قلنا البورنج ميديوم اللي راويتكم في المجموعة الأولى. أنا مثلا بستخدم هذا اللون، طبعا أكيد تخلطون في أي شيء على حسب رغبتكم. أنا عن نفسي أحب أستخدم النوعية هذه لأنها تسهل علي أكون شايف اللون هو داخل، هذا يكون أسهل علي بكثير. يعني ناخذ الكمية اللي إحنا نبيها من اللون. المفروض ان هو نحط 50% الى 50%، يعني نص اللون والنص يكون اللي هو الميديوم اللي بنستخدمه. ولكن مثل ما قلت يعتمد على كثافة اللون. طبعا احنا نحاول احنا نخلط بشكل جيد قدر المستطاع لان ما ندمج اللون مع الوسيط اللي احنا استخدمناه. طبعا هني اللون بعده سميك، ف بصير احط فيها شوية ماي شوي شوي قدر المستطاع. طبعا الماي تحطونه في كوب، تحطونه في عبوة مثل ما انتم تبون. انا هنا حاطة بطل مال ماي وفي فتحة صغيرة بحيث انها تسهل علي. طبعا المفروض ان احنا نخلط اللون بشكل جيد على اساس ان نضمن انه ما يكون في اي تكتلات تسوي لنا بعدين مشكلة في السكن. مثل ما انتم شايفين اللون بعده سميك، وانا ابي شوي اخف بعدني. اقعد ازيد الماء لين ما احصل على الكثافة اللي انا ابيها.
انا اعتقد كذي اللون صار خفيف. زين، هذه مثل ما قلنا الطريقة الأولى اللي استخدمنا فيها اللي هو البرون ميديوم، أنا استخدمت النوعية هذه. طبعا النوعيات الثانية كل شيء حال استخدام. انزين، الحين بنيجي حق الطريقة الثانية اللي هي استخدام الغراء. راح اخذ الكمية اللي انا محتاجها من اللون. هني طبعا مثل ما انت شايفين اللون كثيف حيل، يعني مثل معجون الاسنان. فانا راح استخدم اللي هو الغراء الخفيف اللي انا مخففه من قبل، وممكن بعدين احتاج ماي، بس خل مبدئيا بشوف. طبعا البعض يقول انه مثلا نص 50% الى 50%، يعني ما بين اللون وما بين الغراء، ولكن على حسب نوعية الغراء. مو كل الغراء واحد، يعني شيء من النوعية لما انا كثرت سويت 50% الى 50%، انزين طلعت النتيجة انه بعد ما اللوحة جهزت وبدت تجف صار الغراء يتشقق واخذ اللون معه، وطبعا خرب لي اللوحة. عندي عشرات اللوحات اللي اختربوا بالطريقة هذه. والبعض يخفف اللون مثل ما قلنا بدرجات مختلفة. انزين، هو بس يعني الفكرة انه هو يحط اغلب الكمية، خلينا نقول 80% او 90% يكون من الغراء، و10% او 20% هو من اللون. وطبعا جودة اللون انه لما نحط يعني كمية صغيرة مع الغراء او مع البورنج ميديوم، انه يحافظ على نفس الدرجة اللي هي يعني مثل ما نشوف هنا مثلا كحلي، انه لما نخففه يعطينا نفس الدرجة، ما يكون يصير افتح. وبعض نوعية الغراء إذا تخلي اللون بعد ما تخلطه تخففه وتخليه، بعد فترة تيجي بعد شوي تشتغل تحصل الغراء طالع لفوق بسوي طبقة يعني مثل الماي شذي. فهذا نوعية طبعا سيئة. طبعا بتقعد تجربون مرة واثنين وعشر لين ما تحصلوا نوعية غراء تقدرون تستقرون عليها. طبعا هني بعد يبيلة، فممكن أنا أحط له، أنا ما أبي أكثر. وانا ما بكتفي بس بالغراء، بكتفي ايضا بحط بعد ماي شوي بزيده لما اوصل الى خلينا نقول درجه الكثافه اللي انا ابيها. اعتقد اللون كذي صار اوكي، يعني كثافته. طبعا انا ما بطبق لوحه معينه الحين، بس انه مجرد حق الشرح يعني. زين، وخل اراويكم بعدها من نفس الشيء هذا من لوحات كنت اشتغلتهم الحين قبل كم من يوم، بس ابى اراويكم ان تاثير البورن ميديوم. يعني مثل ما انتم شايفين اللون هني صاير مثل المطاط. زين، هذا نتيجه الميديوم اللي انا استخدمته حق تخفيف اللون. تشوفون شلون تاثيره. انزين، هذا اللي انا ابي، ان اللون يتم في اللوحه بالشكل هذا. ما ابي اللون يتشقق بعدين بعد ما تجيف اللوحه القى اللون قاعد يتشقق ويسحب عفوا اللزق او الماده اللي انا استخدمتها انها تتشقق وتسحب معي اللون. مثل ما انتم شايفين شلون، يعني خل اراويكم حتى شلون هو ما بسهوله. يعني تشوفون هذا تاثير البورنج ميديوم اللي راويتكم الحين قبل شوي. خلاصة موضوعنا اليوم ان درجة كثافة اللون اثناء الخلط او اثناء التخفيف يعتمد على حسب استخدام كل فنان وعلى حسب كل لوحة انت بالضبط شنو اللي تبي تسوي. يعني مثل ما قلنا في البداية ان الاستخدام المباشر من العلبة، علبة اللون او الانبوب او العصارة مالت اللون، اذا كنا بنشتغل بالسكين او بالفرشه ونحتاج اللون يكون سميك جدا. يعني مثل الفيديو عندي رقم 40 او الفيديو رقم 50 على قناتي على اليوتيوب. انزين، انا هني اشتغلت بالسكين وبالفرشه، وبالتالي كنت محتاج ان اللون يكون كثيف لاعلى درجه. انزين، هني اذا بغينا نخفف اللون شنو مقياسنا؟ بالاصح مقياسنا مثل ما قلت على حسب نوعية البرنج اللي احنا بنسويه. يعني مثلا انا هنا عندي في الفيديو رقم 51 لما استخدمت اللي هو التقاء الكوبين، هني الكثافة كنت محتاج انها تكون وسط، ما تكون كثيفة كثير ولا تكون خفيفة كثير ايضا، عشان تقدر تساعدني اثناء البرنج اللي انا قاعد اسويه. عندي مثلا في الفيديو رقم 14، الفيديو رقم 20 لما انا استخدمت الصوف في سحب اللون، واستخدمت الخرز. انزين، لا عفوا، كنت استخدمت خيوط الصوف في الاثنين.
هني كنت انا محتاج ان اللون اصلا يكون خفيف، ليش؟ انه يساعدني وانا اسحب الصوف عشان التاثير اللي انا كنت محتاجه. بينما مثلا عندي في الفيديو رقم 32 لما انا نفذت 5 لوحات بتقنيه الطباعه، هني انا كنت محتاج ان اللون يكون كثيف جدا علشان يعطي التاثير اللي انا ابي. ايضا اللوحه رقم 38 لما انا نفذت 4 لوحات زين، كان بتدرج الاسود والابيض، انا هني محتاج ان اللون يكون كثيف جدا. ليش؟ انه انا فكره اللوحه ان تكون عباره عن تاثير 3D اللي هو تدرجات ما بين اللون الابيض والاسود واللون الفضي، فبالتالي انا هني كنت محتاج ان اللون يكون كثيف جدا. ففي النهايه الموضوع يعتمد على حسب انت شنو تبي تشتغل بالاصح. اسهل طريقه حق الناس اللي تبي يعني سواء في البدايه مبتدئين او اللي يبون شيء سهل انزين، ان ابسط شيء نستخدم الماي، بناخذ اللون على حسب الكميه اللي احنا محتاجينها، بنظل نخفف ماي بشكل تدريجي شوي شوي، نقلب بشكل جيد او نمزج اللون مع الماي لين ما نوصل للسمك اللي احنا نبيه، ونجرب. ومثل ما راويتكم تاثير الالوان حتى بعد السكب شلون بيصير على حسب الماده اللي احنا مستخدمينها. اتمنى ان الفيديو اليوم يكون مفيد بالنسبة لكم. أي حد كان عنده استفسار عن النقطة هذه، مزج اللون أو تخفيف الألوان عفوا، إنكم استفاد اليوم. أدري أني طولت عليكم في الفيديو، ولكن الموضوع مثل ما أنتم شايفين موضوع طويل مو صغير. كنت أتمنى أصلا في وايد شغلات كنت أتمنى أتحدث عنها، ولكن اختصار للوقت قدر المستطاع. ممكن في المستقبل أسوي فيديوهات مختصرة نتناول كل مرة موضوع من هالمواضيع، وإن شاء الله راح يكون عندي فيديوهات أتكلم فيها عن الاختلاف ما بين ألوان الأكريليك الموجودة عندنا في الأسواق وشنو اللي يختلف فيها وشنو نقدر نختار، لأن ما كل الألوان نفس الشيء مثل ما قلنا. أتمنى اليوم إن كنت خفيف عليكم على قلوبكم، وحياكم الله في قناتي على اليوتيوب، على الانستغرام، على التيك توك. تشرفت فيكم.